السلام عليكم. هل أصبح طريق الكويت سالكا أمام وفد تحالف الانقلاب؟ وهل أفرغ ما بجعبته من المراوغات السياسية؟ تباين المواقف ظهر جليا وواضحا للعيان وكشف عن انعدام الجدية في التعامل مع محادثات السلام التي يذهب إليها بحثا عن تنازلات على حساب مشروع الدولة، أمر عجز تحالف الانقلاب عن الحصول عليه من خلال انقلابه وحربه، وبات يبحث عنه من خلال السياسة كما يبدو. إذن طائرة وفد الانقلاب في طريقها إلى الكويت محملة بقائمتين، قائمة الحوثي وقائمة جناح صالح في حزب المؤتمر. وقبل أن تعلن الأمم المتحدة عن أن يوم الغد الخميس سيشهد بدء المفاوضات، كانت الحكومة قد هددت بمغادرتها الكويت إن لم تبدأ المفاوضات صباح الخميس، وبذلك تكون الميليشيا عرقلت بدء المفاوضات لأربعة أيام من 18 إلى 21 من أبريل. وبعد كل هذا التشويش تطرح الأسئلة نفسها، هل تفضي المفاوضات إلى خطة لتنفيذ القرار الذي يحمل في مضمونه استعادة العملية السياسية من حيث توقفت، واستعادة الشرعية وهيئتها كاملة غير منقوصة، واستعادة مؤسسات الدولة وأسلحتها المنهوبة؟ أم أن من ضمن أجندة تحالف الانقلاب التملص من القرار الأممي ومقررات مجلس الأمن؟ وهل ستتأثر جولة المفاوضات بالتدخلات الإقليمية والدولية في المشهد اليمني، خاصة بتزامنها مع زيارة الرئيس الأمريكي أوباما للمملكة العربية السعودية؟ حول هذه التناولات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، نبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد متابعة هذا التقرير. مفترق الطرق الكبير في الكويت، لا تتوفر النية على ما يبدو لالتقاط الفرصة التي تتيحها مشاورات الكويت، وهي المحطة الثالثة بعد محطتين فاشلتين للمشاورات بين الحكومة والمتمردين. حاول الحوثيون وصالح وضع عراقيل عديدة لا أساس لها أمام انعقاد هذه الجولة من المشاورات التي كان يفترض أن تعقد في 18 من هذا الشهر، لكن ضغوطا دولية جعلتهم يذهبون دون أن يتغير شيء من الأسباب التي قالوا إنها حالت دون التحاقهم بوفد الحكومة في الوقت المحدد. يذهب الإنقلابيون إلى الكويت كمن يساق إلى حتفه، كيف لا والمشاورات لن تخرج عن بنود جوهرية أولها تسليم السلاح ومؤسسات الدولة وآخرها الانسحاب من المدن. إجراءات لو مضت كما هو مخطط لها فإنها ستعمل على تصفير الإمكانية العسكرية التي يستند إليها الإنقلابيون، وستقلم أظافرهم وتحولهم إلى طرف سياسي دون الدولة ونفوذها وليس أعلى منها ومهيمنا عليها. لا يمثل السلام جزءا من اهتمامات الحوثيين وحليفهم صالح، فقد اختاروا الحرب عندما كان الوفاق الوطني يحقق أهم نجاحاته باختتام مؤتمر الحوار الوطني وتقرير مصير الدولة، وحينما انتهت لجنة كتابة الدستور من إنجاز مهمتها فذهبوا يثورون على الثورة وعلى الوفاق والشراكة وعلى الدولة المدنية. لا ينفصل هذا المشهد المعقد في اليمن عن التحركات السياسية الاستثنائية التي تشهدها المنطقة في ضوء انعقاد قمتي الرياض الخليجية الأمريكية والخليجية المغربية، في وقت يصر فيه الخليجيون على إعادة تعيين رؤية أمريكية أكثر إنصافاً لطبيعة التحديات التي تحيط بدولهم جراء التدخلات الإيرانية وجراء التوظيف السيء لأذرعها في المنطقة ومنها الحوثيون. لا يقين بشأن ما ستسفر عنه مشاورات الكويت في حال انعقادها، وعما إذا كانت ستمثل محطة لتعزيز الوفاق أم ستصبح مفترق طرق كبير، لأن المتمردين لن يعدموا الذرائع للهروب من الاستحقاقات المؤلمة لهذه المشاورات، خصوصا إذا جاءت مخرجات قمة الرياض معززة لخيار استعادة الدولة كما حددته قرارة مجلس الأمن. بداية مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي عبر السكايب الكاتب الصحفي الأستاذ رشاد الشرعبي. مساء الخير أستاذ رشاد. مساء النور أخي العزيز، ومساء النور على المشاهدين الكرام. أهلا بكم أستاذ رشاد. يعني الانقلابيون في طريقهم إلى الكويت بعد مماطلات كثيرة، ما الذي تجده في هذا القبول أو هذا الذهاب إلى الكويت بعد هذه الفترة أربعة أيام من التأجيل؟ بالتأكيد أنهم حتى الآن لم يصلوا إلى الكويت، وهناك الأنباء تؤكد أنهم قد لا يصلون اليوم إلى الكويت، رغم أن الأمم المتحدة أعلنت أن المشاورات ستبدأ غدا، وأيضا الحكومة اليمنية منحت مهلة حتى ظهر الخميس وإن لم ستغادر. بالتأكيد أن قبولهم بالمشاركة في المشاورات في الكويت هي جاءت بعد ضغوط شديدة ووضعهم في
وضعهم المحرج وحشرهم في زاوية حرجة من قبل المجتمع الدولي والرأي العام باعتبارهم أنهم يرفضون الرضوخ للسلام وحقن دماء اليمنيين. هم ظهروا من خلال الميدان وهم يحاولون أن يحققوا انتصارات على الأرض من خلال هجماتهم في تعز وفي الجوف ومأرب وغيرها والبيضاء أيضا، لكن كما يبدو أن ذلك لم يحقق لهم أي انتصارات على الأرض، وكانوا ينتظرون أن خلال هذه اليومين أن يحققوا أي انتصارات، خاصة في تعز كانت هناك هجمة كبيرة جدا وشرسة خلال اليومين الماضيين. هذا يؤكد أن وضعهم العسكري والميداني هو الذي يؤثر على وضعهم السياسي في المشاورات. لم يعد وضعهم قويا كما كان في المفاوضات التي تمت في سويسرا 1 و2، ولذلك يرون أنفسهم في وضع حرج. أيضا إلى جانب أنهم هناك خلافات كما يبدو أو شروق ما بينهم وبين حليفهم علي عبد الله صالح بعد أن فردوا في مفاوضاتهم مع الرياض، ولذلك لم يعد وضعهم لا ميدانيا ولا سياسيا هو الوضع القوي. أيضا كان هناك عتاب وضغوط شديدة من قبل المجتمع الدولي عليهم لأنهم وضعوا حتى المجتمع الدولي في وضع حرج من خلال رفضهم المشاركة وطرحهم لاشتراطات في كل مرة شرط جديد، سواء فيما يتعلق بإيقاف غارات التحالف العربي وأيضا وقف الحصار البحري وغيرها من الأشياء، وأيضا وضع اتفاقية السلم والشراكة الوطنية التي فرضها أمر الواقع وقوات السلاح بعد أن انقلبوا وسيطروا على العاصمة صنعاء. هم كانوا يريدونها أن تكون إحدى المرجعيات، رغم تأكيد الأمم المتحدة وبقية الأطراف في المجتمع الدولي على أن المرجعيات هي 3: القرار مجلس الأمن 2216، وأيضا مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وغير ذلك. وهذا ما أكد عليه اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أنه هي المرجعيات الثلاث وأنه المملكة ستعمل على تثبيت الأمن والاستقرار في اليمن والوصول إلى حل وسلام عادل لليمن، طيب. لكن وفق هذه المرجعيات الثلاث. نعم أستاذ رشاد، أنت تحدثت عن أن الوضع العسكري للميليشيا أو الميداني ينعكس على وضعهم السياسي، هل فصلت لنا أكثر في هذه العلاقة؟ هل نفهم من ذلك أن كلما تقدمت الميليشيا على الأرض زادت عنتها سياسيا، أم أنهم من خلال السياسة يحاولون التقدم على يعني من خلال المماطلة يحاولون التقدم أكثر على الأرض؟ أخي العزيز، أنت لو تابعت موقفهم كان في جنيف 1 وفي بيل 2 وفي بيل أيضا في سويسرا، كان الوضع مختلف تماما عما هو حاصل اليوم. كانوا يسيطرون على مساحات كبيرة من البلد، وضعهم العسكري كان أقوى مما هو الآن، وكان لا زال لديهم الكثير من المخزون السلاح، أيضا كان لا يزال لديهم القدرة على تهريب السلاح عبر إيران. اليوم الوضع اختلف، هناك تهريب السلاح صار صعبا ويتم ضبط الكثير من صفقات السلاح التي تصلهم من إيران ومن غير إيران أيضا. وأيضا الوضع في الميدان، تعز هناك منطقة واسعة منها باعتبارها أنها المنطقة الأهم والمحافظة الأهم بحكم موقعها الجغرافي والديموغرافي، وأيضا وضعها من خلال الحصار المطبق على هذه المدينة التي لها أيضا وضع سياسي مميز عن بقية باعتبارها حلقة الوصل بين الشمال والجنوب، ولذلك وضعهم اليوم يختلف تماما. هناك تقدم كبير، وصلت القوات الشرعية إلى منطقة نهم شرق العاصمة صنعاء، أيضا مأرب تحررت بالكامل ولم يبقى إلا بعض الجيوب. الوضع في البيضاء أيضا هناك مقاومة شرسة وتواجه بقوة، المحافظة الجنوبية تحررت بشكل كامل، ولذلك وضعهم بالتأكيد على الميدان يختلف اليوم عما كان في المفاوضات السابقة. أيضا رضوخهم لمفاوضات مع المملكة العربية السعودية بشكل منفرد يؤكد أنهم وصلوا إلى مرحلة صعبة للغاية، سواء من خلال العمليات التي نفذتها المملكة عليهم في الحدود وفي المنطقة الحدودية، أو من خلال أيضا أنهم أرادوا الخلاص بأنفسهم بعيدا عن حليفهم علي عبد الله صالح، وهذا ما أحدث انشقاق فيما بينهم. نعم، طيب يعني الآن هل يمكن التحديث عن أن هناك ذهاب إلى الكويت في نهاية المطاف، وأن الحوثيين سيلتزمون بالتواجد يوم الغد كما أعلنت الأمم المتحدة فعلا؟
حتى الآن الأنباء التي أو التصريحات التي كانت من قياداتهم ومن قيادات أيضا المؤتمر مثل ياسر عواضي وغيره تؤكد أنهم سيصلون غدا وأنهم وصلوا إلى مسقط، ولكن لا تؤكد أنهم سيتحركون اليوم إلى الكويت. لكن الأمم المتحدة قد بادرت وأعلنت بعد إعلان الحكومة اليمنية عن آخر مهلة لهم حتى ظهر الخميس وأنها ستغادر إلى حيث كانت، ولذلك الأمم المتحدة بادرت وأعلنت أن المشاورات ستبدأ غدا، لكن هل هم سيصلون مساء اليوم أو غدا؟ هذا لم نعلم به حتى طيب الآن. هناك تأكيدات خليجية كثيرة وكذلك من طرف الشرعية اليمنية على أن القرار الأممي هو أحد الركائز الأساسية في هذه المشاورات، الميليشيا من الواضح أنها تحاول التهرب منه. ما الذي سيكون في هذه المفاوضات برأيك أو بحسب متابعتك أستاذ رشاد؟ بالتأكيد للأسف موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقف محرج ومتخاذل تجاه القرار الذي اتخذه المجتمع الدولي نفسه. يعني هناك التفاف ليس من في هذه المفاوضات ولكن من قبل على هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن 2216، ولذلك حتى الأمم المتحدة لم تسعى إلى تنفيذ وتطبيق هذا القرار، وأيضا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي صوت على القرار أيضا هي لم تسعى لتنفيذه كما ينبغي. هناك خمس نقاط أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة أنها ستكون محور النقاش، وهي التي تضمنها قرار مجلس الأمن 2216 والتي تتعلق بالانسحاب من المدن وأيضا تسليم السلاح والإفراج عن المختطفين وتثبيت الأمن والاستقرار، ولذلك هذه كلها كانت واردة في إطار قرار مجلس الأمن. لكن ما هو واضح أن الميليشيا هي لا تريد تطبيق قرار مجلس الأمن منذ البداية، لم تعلن حتى اليوم أنها مستعدة أو ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الأمن. كل ما كان هو بلاغ من قبل مبعوث الأمم المتحدة للرئيس هادي، والرئيس هادي هو من أعلن عن قبولهم بتطبيق قرار مجلس الأمن، لكن لم نسمع أي منهم. مثلا زعيمهم عبد الملك الحوثي لم يعلن انه سينفذ وملتزم بتطبيق قرار مجلس الامن 2216. هذا ما يؤكد انهم لا زالوا حتى الان يسعون لفرض مرجعيات جديده، يسعون للالتفاف على قرار مجلس الامن، لوضع اشتراطات جديده. هم يريدون ان ينحرفوا بالمشاورات عن مسارها الطبيعي والذي اعلنت عنه دول الخليج العربي وايضا المجلس الامن، الدول الدائمه العضويه بمجلس الامن وسفراء الذين التقوا أمس بوفد الحكومة وأكدوا على ذلك، على أن المرجعية هي ثلاث الأشياء، هي قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومؤتمر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. طيب هناك الآن يعني هناك نوعان أو وفدان بداخل الوفد تحالف الانقلاب، هناك جناح الميليشيا وهناك جناح المخلوع الصالح في حزب المؤتمر. هل ترى أن أجندة هذين الجناحين متفقة في خصوص هذه المفاوضات؟ بالتأكيد أنهم متفقون في الأساسيات، متفقون على الانحراف بالمشاورات عن مسارها الصحيح وعدم تنفيذ وتطبيق قرار مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني. هم جميعا اتفقوا وتحالفوا على الانقلاب عن مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وهم حتى اليوم جميعا لم يعلنوا عن تطبيق أو التزامهم بتطبيق وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، ولذلك وإن حدثت بينهم خلافات بسيطة أو ظهرت أو برزت بعض التباينات بينهم، لكنها لا تؤكد أنهم إلا يسيرون في صف واحد وأنهم سيعملون جميعا على الاستمرار في التحايل على قرار مجلس الأمن وأيضا الاستمرار في وضع اليمن تحت الفوضى وأيضا اللا دولة ونزيف وسيلان الدماء بشكل تجاوز العام، والآن هم لا زالوا مصرين على الاستمرار في هذا الوضع المأساوي. يعني أفهم من كلامك أنه لا يمكن الحديث عن أن العملية السياسية ستستأنف من حيث توقفت، أي من حيث نقاط الدستور الجديد ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفقا لنوايا الإنقلابيين التي تفضلت بالحديث عنها. أنا أتحدث عن أن الحكومة الشرعية والسلطة الشرعية والوفد السلطة الشرعية هو أكد أمس من خلال لقاءاته مع السفراء الدول وأيضا مع مبعوث الأمم المتحدة على أن وهم أيضا أكدوا على ذلك وأيدوا ذلك أن
كل المشاورات ستتم وفق قرار مجلس الأمن وأيضا مؤتمر الحوار ومخرجات مؤتمر الحوار والمبادرة الخارجية ولن تخرج عن ذلك. لكن الطرف الآخر هو هل سيكون له نقاط سيتم تسجيلها أو أنه سيمارس ضغوط عبر أطراف خارجية مثلا للانحراف بالمشاورات عن ما تم الاتفاق عليه ما بين المجتمع الدولي والسلطة الشرعية؟ لا أعلم ما سيكون، لكن واضح أنهم هم لا يريدون أن تسير المشاورات وفق هذه المرجعيات الثلاث، ويسعون لإحداث أو الانحراف بها عن مسارها الصحيح. لكن الطرف الآخر أيضا متمسك بالمرجعية و مصر عليها، وهو موقف ثابت ليس من الآن ولكنه حتى في المفاوضات السابقة. هناك أيضا موضوع المختطفين، لم تقدم هذه الميليشيا حتى اليوم أي بوادر أو مؤشرات، بوادر حسنية أو مؤشرات إيجابية، نعم، على أنها تذهب وتسعى. طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذ رشاد، لكن قبل ذلك دعنا نشرك في الحوار المحلل السياسي الأستاذ عارف أبو حاتم. مساء الخير أستاذ عارف. أهلا بكم. أستاذ عارف، هناك من يطرح مخاوف من الالتفاف على القرار 2216 وله مبرراته الكثيرة، خاصة عند استحضار عملية الالتفاف على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وما جاء بعدها من مخرجات من مؤتمر حوار وطني ومن ثم من مخرجات لهذا المؤتمر. كيف تقرأ هذه النقطة؟ أولا نحن واثقون بعدالة قضيتنا، وثانيا نحن واثقون بشرعيتنا وبالوفد المفاوض. ليس لديهم استعداد للتخلي عن بند واحد أو نقطة واحدة مما ورد في القرار 2216. لدينا وفد سياسي مفاوض، لديه خبرة ولديه حكمة سياسية ولديه رؤية، وهو يتمتعون بدرجة عالية جدا من الكفاءة، لذلك نحن واثقون بها وواثقون عدالة قضيتنا ولا يمكن الالتفاف عليها بشيء. صحيح أن هناك ضغط غربي غير عادي، صحيح أن هناك محاولة لترحيل هذه الحرب، صحيح أن هناك خطوات غربية تسعى على الأقل لتأخير مسألة تسليم السلاح وتسبيق ذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن كل ذلك لا أعتقد أنه سيقابل إيجابيا من قبل الوفد المفاوض، لأنهم يعتقدون بأن أي خطوة تسبق مسألة تسليم السلاح هي خطوة عبثية، وهي استدراج إلى الداخل، وهي محاولة للالتفاف على القرار الأممي، وأيضا محاولة للإجهاض على ما تبقى من الدولة اليمنية من رموز شرعيتها. طيب برأيك الآن تحالف الانقلاب لازال في مسقط، وليس من أخبار أنه خرج منها أو ذهب منها باتجاه الكويت، برأيك هل يتقدم يتأخر، يصل اليوم يصل، نعم، غدا؟ الوفد الحكومي أعلنها واضحة وصريحة. هو في سياق ذلك أستاذ عارف، نعم، هو في سياق ذلك أنا أسأل الآن، هل سيذهب فعلا أو هل ستبدأ المفاوضات كما قررتها الأمم المتحدة من جديد يوم الخميس، أم أن ستستمر عمليات التلكؤ من قبل الحوثيين؟ إذا حضروا فنحن هنا، وإذا لم يحضروا بموجب إعلان الأمم المتحدة وموجب البيان الذي أصدره الوفد المفاوض، فإن ما لم يحضروا غدا فإنهم على استعداد لأن يغادروا الكويت شاكرين ومقدرين للحكومة الكويتية ولحكامها هذا الجهد الكبير الذي يبذلونه في تقريب وجهات النظر اليمنية، لكن الطرف ميليشياوي لا يؤمن بغير السلاح. وهل برأيك سترى هذه الأمم المتحدة سترى هذه الخطوة خطوة منطقية من قبل الحكومة الشرعية، أم أنها ستتحفظ عليها وفقا للحديث عن تدليلها للحوثيين؟ خطوة منطقية ويجب أن تثمن، وثمنها وقدرها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، ودعا الطرف الانقلابي إلى اتخاذ الحكومة خطوة قابلة للاقتداء بها، لأنهم يعرفون بأن الحكومة هي الحريصة على الدماء، هي الحريصة على لم الشمل، هي الحريصة على إيقاف هذه الحرب التي استدرجنا إليها بل وفرضت علينا بالقوة من قبل الميليشيات الانقلابية. طيب هناك الكثير، نعم، إلى المفاوضات غدا إذا وافقوا عليها، نحن في الكويت، وإذا لم يوافقوا عليها سنعود إلى الرياض. طيب هناك تحركات إقليمية ودولية في المشهد، هل ستتأثر هذه المفاوضات بهذه التحركات؟ أيا كانت هذه التحركات في الأخير لا تستطيع الالتفاف على
قضية الشعب وعلى عدالة هذه القضية وعلى شرعية الدولة المسنودة من قبل قرار 216 وبقرارات مجلس الأمن كاملة وبقرارات جامعات الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومسنودة قبل كل شيء بإرادة الشعب اليمني الذي انتخب الرئيس هذه رئيسا شرعيا بالتوافق. لا أحد يستطيع أن يتجاوز هذه النقاط على الإطلاق. إذا الجماعة الحوثية كانت صادقة في نواياها بحق دماء اليمنيين وإنقاذ ما تبقى من الدولة اليمنية والبحث عن حل سلمي وعادل فيجب عليهم الانصياع للقرار الأممي. لماذا؟ لأن هذا القرار أساسا لم ينتقص من قدرهم في شيء، بل اعتبرهم شركاء أساسيين في مستقبل الإمام السياسي. نعم، طيب الآن هناك زيارة للرئيس الأمريكي أوباما إلى المنطقة، إلى السعودية تحديدا، وهناك متوقع قمة مع دول الخليج، هل ستتأثر أيضا باعتبار أن الملف اليمني لا يمكن أن يعني يبعد أو أن يقرأ بمشهد بمخالف للمشهد الإقليمي بشكل عام؟ هل ستؤثر هذه الزيارة في أجندة هذه المفاوضات وعليها بشكل عام؟ أولا أوباما يعيش أي شهوره الأخيرة في فترة حكمه الثانية ويريد أن يقدم شيئا يحفظ به تاريخه، يقدم فيه انتصارا سياسيا للحزب الديمقراطي. في مقابل ذلك تشعر دول الخليج بأن الإدارة الأمريكية تراجع في تعهداتها وفي أدائها في المنطقة العربية لحساب التمدد للمشروع الإيراني، وهناك بالتأكيد أن هناك استياء واضح وخلافا للعادة. اليوم تم استقبال رئيس الدولة العظمى في العالم من قبل أمير منطقة الرياض وليس من قبل الملك الذي استقبل جميع الوفود الخليجية. صحيح أن هناك سيقول بروتوكول، لكنه بروتوكول جاء مخالفا للمألوف والمعروف في كل مرة. طيب، رسالة سعودية واضحة. نعم، طيب الآن هناك في يعني إذا ما دخلنا أكثر في خصوصية وفد الانقلاب، هناك من يقول أن هناك تردد بداخل هذا الوفد وهناك انتظار لأجندة خارجية كما يتهمه الكثيرون. أنت بشكل عام كيف تقرأ تحركات وفد الانقلاب، تحالف الانقلاب؟ أولا تحالف وفد الانقلاب لا أستطيع أن أعزل عنه يد إيران ومحاولاتها في المنطقة العربية. لعل هناك حناق إيراني مما من البيان الختامي لمجلس لدول منظمة المؤتمر الإسلامي في إسطنبول الذي تحدث عن إيران بلغة مهينة، لأنها هي أساسا من اختارت هذا السلوك الذي دفع إلى هذه اللغة. هذا أولا. ثانيا يريد أن يثبت الداخل اليمني بأنه لا يزال قويا ومسيطرا وليس مهرولا نحو المفاوضات بعد أن ذهب إلى أبها وإلى ظهران الجنوب في السعودية. ثالثا ليس هناك من خلاف بأن الجماعة الحوثية وصالح يريدوا أن يكسبوا شيئا على الأرض ليعززوا بها موقفهم التفاوضي في مؤتمر التفاوضات في مفاوضات الكويت. رابعا لا أستطيع أن أستبعد وجود خلاف بينهم وبين علي عبد الله صالح. إذن أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عارف أبو حاتم، كنت معنا عبر الهاتف. وقبل أن نستكمل الحديث مع ضيفنا الأستاذ رشاد الشهرعبي، ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، بعده نكمل حلقة المساء اليمني لهذا اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أجدد ترحيب بضيفي عبر السكايب الكاتب الصحفي الأستاذ رشاد الشرعبي. أستاذ رشاد، إذا ما تحدثنا الآن أن هذه الأجندة ستكون أو أجندة المفاوضات ستكون حول آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 كما طرحها المبعوث الأممي، هل ما هي الآلية المتوقعة لتنفيذ هذا القرار بحسب متابعتك؟ ما أريد أن نشير إليه أولاً أن كان هناك ينبغي أن يكون هناك أي مؤشرات إيجابية وبوادر لإثبات حسن النية من قبل الميليشيا تؤكد أنهم راغبين في تنفيذ هذا القرار. لم يعلنوا حتى الآن التزامهم بالقرار إلا من خلال حديث مبعوث الأمم المتحدة للرئيس هادي، هذا أولاً. ثانيا كانت مفاوضات جنيف كان هناك شرط أساسي فيها على موضوع إنهاء الحصار عن تعز، وهذا لم يحدث حتى اللحظة. الإشراك عن المختطفين وهذا لم يحدث حتى اللحظة. طبعا هذا هو جزء مما ورد في محتوى قرار مجلس الأمن 2216 الذي يتعلق بالانسحاب من المدن
وايضا الافراج عن المعتقلين السياسيين بما فيهم وزير الدفاع وغيره من القيادات السياسيه والصحفيين والمواطنين والناشطين. هذه كلها تؤكد ان هذه الميليشيا اعتقد انها ستمارس المراوغه، وهي تمارس قبولها بالمشاركه هي بناء على الضغوط الدوليه وليست رغبه حقيقيه جاده، وليس لديها نيه خالصه لخوض هذه المفاوضات، وانما هي رضوخا للضغوط الدوليه التي حشرتهم في زاويه ضيقه وجعلتهم يتعروا اكثر وينكشفوا امام العالم انهم الحكومه الشرعيه اثبتت حسنيتها وصدقها واخلاصها وسعيها لايقاف نزيف الدم اليمني وعوده الامن والاستقرار للبلد. ولذلك ما نلاحظه ان اي اليات الان تنفيذيه انا اعتقد انها واضحه وهي محددة من خلال أنه هناك سلطة شرعية يتوجب تسليم السلاح الدولة إليها، هناك سلطة شرعية أيضا ولابد من تسليم السلطة والانسحاب من المدن وتسليم سلطة المدن وسيطرة هذه السلطة الشرعية على المدن. يعني في ظل الواقع الموجود الآن على الأرض أستاذ رشاد، هناك من يتحدث يعني من جهة أخرى أن هذه الخطوة ليست منطقية في نهاية الأمر، خصوصا مثلا أن الميليشيا تمتلك ما يسمى يعني الحرس الجمهوري الذي كان تابعا للمخلوع الصالح، يعني كيف سيتم التعامل مع هذه النقطة في حال وافقت الميليشيا على تسليم الأسلحة للدولة؟ أخي العزيز، الحرس الجمهوري لم يعد هناك مؤسسة عسكرية تسمى الحرس الجمهوري، هو أصبح مجرد ميليشيا تم تسليم قياده ومعسكراته ومؤسساته وأسلحته هذه الميليشيا الإنقلابية، ولذلك من الصعب أن أتحدث اليوم عن مؤسسة عسكرية تسمى الحرس الجمهوري. هناك جيش وطني يتم إعداده من قبل السلطة الشرعية، وهذا موجود في مأرب وفي عدن وفي العند وفي غيرها من وفي العبر أيضا، وموجود في حضرموت هذا الجيش. هذا الجيش وأيضا سلطات محلية وسلطات أمنية، مهما كان طبعا هناك قرارات صدرت من قبل هذه الميليشيا وإحلال وظيفي وإحلال في مناصب مختلفة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية من قبل هذه الميليشيا، ويتوجب ألا أن يكون واحدة من الآليات أن يتم إلغاء كل هذه القرارات التي اتخذت خلال عام. لكن في هذه الحالة أستاذ رشاد، ما الذي سيمنع الميليشيا من المقامرة إلى الأخير في استهداف المدنيين بشكل أكبر حتى في المدن التي تتواجد فيها أو تسيطر عليها الآن، في حال أن لن يكون لها نصيب من المشهد سواء العسكري أو السياسي أو الحكومي حتى داخل أجهزة الدولة؟ أخي العزيز، لم يعد وضع هذه الميليشيا هو الوضع الذي كان قبل عام أنها هي التي تتقدم وتهاجم. اليوم هم الذين يدافعون وهم الذين يتعرضون لهجمات الطرف الآخر، باستثناء منذ إعلان الهدنة قبل أسبوع من الآن أو أكثر من أسبوع، هم كان الطرف الآخر هو الذي توقف عن أي خروقات في مقابل الخروقات والهجمات التي نفذتها الميليشيا لوضع يدها أو تحقيق انتصارات تكون لصالحها في مشاورات الكويت. ولذلك هذه الميليشيا مهما كان حجمها مهما كان ذلك، إنها لم تعد تلك التي كانت قبل عام. تم ضرب الترسانة العسكرية الضخمة التي كان يمتلكها الحرس الجمهوري وعلي عبد الله صالح ووضعها تحت تصرف ميليشيا الحوثي وإيران. يعني ما يفهم من كلامك أستاذ رشاد أن الموازين السياسية والعسكرية على الأرض تميل الآن إلى صحة إلى كفة الحكومة الشرعية والجيش الوطني؟ نعم أكيد، هناك تقدم كبير حدث خلال الأشهر الأخيرة في الشرق، في أيضا في منطقة حجة، في حرض وميدي، في مناطق كثيرة، في تعز، في ولذلك الميزان العسكري بالتأكيد أنه لصالح الطرف الآخر رغم الإمكانيات الضعيفة لدى الجيش من حيث التسليح والتدريب والتمويل واستمرار سيطرة هذه الميليشيا على مقدرات الدولة والبنك المركزي وغيرها. لكن رغم كل ذلك فلم يعد وضعها كما كان عليه حتى قبل 3 أشهر وليس قبل عام. قبل 3 أشهر كان موقفها ووضعها أفضل مما هو عليه الآن بكثير، لكنها تعرضت لضربات موقعة وكبيرة جدا، وحققت المقاومة والجيش الوطني تقدم كبير في أكثر من جبهة.
نعم. إذن دعنا نكمل النقاش، لكن ينضم إلينا الآن أو نشرك في النقاش الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد حسن الشهري. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بكم سيادة العميد. إذا ما تحدثنا أكثر حول المشهد اليمني لكن بنظرة إقليمية وكذلك دولية، الآن الرئيس الأمريكي أوباما في السعودية، هناك قمة خليجية أمريكية متوقعة، كيف تقرأ هذا المشهد اليمني في ظل وجود هذه العوامل الإقليمية والدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة أخي الكريم، تحية لك وللأساتذة اللي شاركوك وبالذات اللي معنا على الشاشة الآن الأستاذ رشاد وقد أجاد وأفاد. أخي الكريم، زيارة أوباما هي مبرمجة أصلا من عام تقريبا، وكانت تهدف أيضا إلى سد الفجوة قليلا فيما حصل من تغيير في أولويات الاستراتيجية الأمريكية، لأنه دول الخليج ومدعومة السعودية على رأسها مدعومة بدول التحالف العربي والإسلامي وأيضا مواقف دولية قوية، أصبح صوتها مسموع، أصبحت المملكة العربية السعودية بفضل على بدعم أشقائها رقم صعب لا يمكن تجاوزه في المرحلة الحالية، استطاعت أن تشكل تحالف لإعادة الشرعية اليمن بطلب من الرئيس الشرعي. اليمن سيكون حاضر في اعتقادي في مناقشات قمة مجلس التعاون، يكون بند أساسي، وكذلك سيكون بند أساسي لأن يستخدم الرئيس أوباما نفوذه بصفته يمثل الدولة القطب الأوحد في العالم باستخدام صلاحياته في مجلس الأمن ويدار من قبل الدول العظمى، وقد يكون لمندوب الأمم المتحدة ولد الشيخ عذر، وقد يكون له عذر لا نعرفه، ولكن أداؤهم ليس بالمستوى المطلوب، في أيديهم 3 أسلحة رئيسية، مؤتمر الحوار الوطني اليمني ومخرجاته، المبادرة الخليجية وآليات التنفيذية، القرار 22/16 وهو كافي اصلا، القرار 22/16 لو تم تفعيله من قبل مجلس الامن ووضعه تحت البند السابع كانت دول العاصفه استمرت في عملها بشكل مكثف وقوي. انا اقول انه عمل الحوثيين وما تبقى في مرتزقه صالح والذين يتواجدون في مسقط الان قد يكون طريق في طريقهم الى الكويت، انا اقول انهم حاولوا ان يسيئوا للعمل السياسي فاساءوا لانفسهم، كشفوا أوراقهم وأنهم سيئوا سمعة ولا عندهم استعداد للسلام. أنا أعتقد أنه الموقف الحكومة اليمنية ولفت الحكومي اليمني موقف مشرف، تعالى على الجراح، ذهب للكويت من أجل الشعب اليمني، وبالتالي الأمور أصبحت واضحة. أنا أناشد بصفتي محلل عسكري بصفة شخصية فقط، بما أنه الرئيس هادي رئيس شرعي معترف فيه عالمياً، وهناك من يمثل حزبين رئيسيين في اليمن الآن هم من يقودون الانقلاب ما يسمى أنصار الله وحزب المؤتمر، أن يحل على بخامة الرئيس هادي هذين الحزبين الآن قبل أي شروع في السلام، لأنهم لا يمثلون أحزاب وطنية إنما أحزاب إرهابية طائفية باعت اليمن بثمن بخس. وكما أشار زميلي الأستاذ الشرعبي أنه الجيش اليمني يجب الوطني مع الميليشيات بدعم من الله سبحانه وتعالى ثم التحالف يجب أن يكون في كامل استعداده لاقتحام صنعاء، إذا لم يخضع الحوثيون ومندوبي على عبد الله صالح أنفسهم لمطالب الشعب اليمني والذي يمثله مندوبي الحكومة في الكويت الآن، يجب أن تعود صنعاء ويخرج هؤلاء المرتزقة الانقلابيون من العاصمة، يعيدوا الأسلحة، لم يعد هناك مؤسسة كما قال زميلي العزيز عسكرية، إنما هناك مجموعات ميليشاوية، مجموعات صغيرة يقودها حوثيين ومن أنصار علي عبد الله صالح، وهي من تعود أو تعيد في الأرض فسادنا الآن في اليمن. أصبح الموقف الآن واضح للجميع للعيان. أنا واثق أنه في مؤتمر الرياض الحالي، والرياض أصبحت قبلة إقليمية عالمية للقرار الإقليمي والعالمي، وهذا بفضل الله، يجب أن يستثمر مثل ذلك في الضغط الدولي
وبالاتجاه الأمني والعسكري باتجاه الكويت. طيب كيف يمكن حدوث ذلك أستاذ حسن؟ سيد الحميد، كيف يمكن حدوث ذلك خصوصا أننا يعني هناك الكثير من المقولات على أن الإيرانيون عندما يعني خسروا في الكثير من الملفات الإقليمية ضغطوا على الحوثيين أكثر، فوجد هذا التلكؤ بداخلهم أمام هذه المشاورات، كيف يمكن تفعيل الضغط على الانقلابيين؟ ليس في يد إيران ما تعمله بشكل مباشر، هم لعبوا لعبتهم في العراق ونشاهد ما يحدث في البرلمان ومسرحية الصدر ومن معه وما يحدث في سوريا، ثم ما حدث في اليمن من تأخير القرار في طهران وليس في مران، هذا واضح لكم أنتم اليمنيين أولا ثم للمتابعين غيركم، ندرك ذلك. ليس لهم الآن سلطة اليد ممدودة إلى داخل صنعاء أو إلى داخل صعدة، إنما من الخارج. شاهدنا مسرحية قالها محمد عبد السلام والقيادي علي القشي أو القشبي ما نسيت اسمه ومحمد علي وقائد حوثي، ويعتبر في نظر الحوثيين هو رئيس اليمن الغير متوج، كانوا قد ألقوا ببعض الكلام السلبي باتجاه إيران، ومن لديه فراسة وحكمة وأنتم تتمتعون بها أنتم يا أهل اليمن قبل غيركم يدرك أن ذلك كان مخادعة كل العالم، وكنا نحن من المتفائلين بما كان المشهد العالمي، مجلس الأمن، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، دول المجلس، بيان مجلس الوزراء السعودي، كنا متفائلين، ولكننا لم نغفل أن نبقي مخرج أنه ما بعد الكويت ليس كما قبل الكويت، وأنه ما بدأ عشية 26 مارس سيبدأ ولكن بكثافة أقوى، وسيتم استئصال هذا الورم الخبيث حول الله. يعني هو بالنسبة لنا كيمنيين هناك وضوح في أن الحوثيون يراوغون دوما تحالف الانقلاب بشكل عام، لكن هل أفهم من كلامك سيادة العميد على أن هناك إسناد شرعي أي إسناد من قبل التحالف للحكومة الشرعية؟ وأيضا أريد أن أفهم منك كيف تنظر دول التحالف العربي إلى المفاوضات المقبلة بعدما رأت هذا التلكؤ من قبل الحوثيين؟ هناك صبر وحكمة في هذا الموضوع، أما الإسناد الشرعي فهو واضح منذ قبل بداية العاصفة، تبوأت المملكة العربية السعودية ودول التحالف في عاصفة الحزم هذه المسؤولية، وقدمت أبنائها وجهودها وأموالها من أجل الحفاظ على الشعب اليمني وعلى شرعيته وعلى أمن المنطقة، هذا لا جدال فيه. في بعض المواربات السياسية ينظر إلى الأمور بنوع من الحكمة على أمل أن يتم بعض الشيء، ثم بعض الطلبات من الحكومة الشرعية اليمنية حرصا على عدم إزهاق وسفك دماء المزيد من اليمنيين. نلاحظ ما يحصل في تعز وما يحصل في فرضة نهم ودعم العسكري، قطع الطرق، استهداف الممتلكات، البنية التحتية، المدنيين، كل ذلك يحاولون أن يحصلوا على ورقة من أجل الضغط ولكنهم لم يتمكنوا، وبالتالي أتوا انحنوا للعاصفة في البداية مجبرين، والآن أتوا تحت الضغط ثم تخلي إيران عنهم. تدرك إيران أن ليس بوسعها أن تعمل لهم شيء إلا أن يحاولوا أن يتعلموا من إيران المداهنات والتأخير في الأعمال الحوارية من باب السياسة، ولكن الحكومة اليمنية والتحالف والعالم واعي لمثل هذا الموضوع ولن يترك مجال، ونحن ندرك ونؤيد الحكومة اليمنية في أي قرار من انسحابها في الكويت إذا لم تبدأ المفاوضات، ومفاوضات بضوابطها التي ارتضاها العالم والشعب اليمني والقيادة اليمنية ودول المجلس. أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن الشيري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إلى الأستاذ رشاد الشرعبي. أستاذ رشاد، في ظل تركيز الحوثيين على مفاوضة المملكة العربية السعودية في الظهران والتفاهم معها هناك، وفي ظل تأكيدها على أن يعني مراوغتها بالأصح في المشهد خلال الأيام الماضية، وبقراءة تتضمن المشهد الإقليمي بشكل عام، كيف ترى المشاورات القادمة؟ بداية أريد أن أشير إلى شيء ذكره العميد حسن الشهري، وأشكره كثيرا على ما طرحه، ما يتعلق بما تحدث عنهما من حزبان أو من حزبين وطنيين،
لا أنصار الله حزب أصلا ولا المؤتمر الشعبي العام بقي حزب. أنصار الله هم جماعة مسلحة لم تسجل في لجنة الأحزاب ولا تمارس العمل السياسي بشكل جيد. كنا نطالبهم دائما بأن يتحولوا إلى حزب سياسي، ولا زلنا حتى اللحظة نطالبهم، فهم من أبناء اليمن، نطالبهم أن يكونوا حزبا سياسيا وليس جماعة مسلحة وميليشيات مسلحة. المؤتمر الشعبي العام أيضا هناك جناح آخر يتبع الرئيس هادي، والرئيس هادي على رأسه، وأيضا أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء وهو نائب رئيس المؤتمر. ولذلك من الصعب أن نتحدث عنهما أنهما حزبين وطنيين، فهما ما لدى صالح هو مختطف كمؤسسات وكحزب، وهو شلالية. لم يعد يجتمع من اللجنة العامة إلا 3 أو 4 أشخاص، ومن اللجنة الدائمة التي هي أكثر من 500 ليس هناك غير 10 أشخاص أو 20 شخص الذين اجتمعوا. ولذلك صعب أن نتحدث عنهما أنهما حزبان. يعني ما تتحدث عنهم بشأن المفاوضات، بالتأكيد أن الحوثيين لا يراهنون على المفاوضات وإنما على المراوغة. هم يتبعون استراتيجيات المراوغة التي تتبعها إيران ومعروفة عن إيران، يفاوضون ويخوضون ويراوغون، وفي ذات الوقت يعملون على تحقيق انتصارات على أرض الواقع. نحن لنا تجربة مريرة معهم، ليس فقط منذ وصولهم إلى صنعاء أو ما قبل صنعاء، ولكن خلال الحروب الستة ثم حرب دماغ وكتاف وأيضا حاشد وعمران وغيرها، كانوا يوقعون الاتفاقيات ويخترقونها قبل توقيعها ومع توقيعها وبعد توقيعها، ولم يلتزموا يوما بأي ميثاق أو عهد أو توقيع وحتى اللحظة. ولذلك أنا أثق كثيرا حتى لو التزموا أمام في مشاورات الكويت بأي التزامات أو اتفاقات، فإنهم على الأرض لن يكون الأمر معهم إلا بالحسم عسكريا. هذه جماعة مسلحة نمت. يعني لا يمكن الحديث عن تنازلات من قبل طرف الشرعية في هذه المشاورات المقبلة. السلطة الشرعية حتى الآن هي تمثل الشعب اليمني وتؤكد على أن لا يمكن أن تتنازل عن الأسس التي أعلن عنها أو المرجعيات الثلاثة المحددة باعتبارها السلطة الشرعية والتي تمثل اليمنيين. لكن كما تحدث سابقا أكثر من مرة أنهم هم الذين ينحرفون بمسار المشاورات عن مساره الصحيح، ولذلك المفاوضات ستجري والمشاورات ستتم إن تمت ووصلوا اليوم. ولذلك المفاوضات ستكون هناك مراوغة من قبلهم، هناك محاولات للانحراف عن المسار الصحيح، سيعملون ضجيج، سيحدثون فرقعات هنا وهناك، لكن في الأخير حتى لو أعلنوا التزامهم أو توصل المجتمع الدولي معهم إلى شيء فإنهم لن يلتزموا به على أرض الواقع ولن يكون للحسم العسكري. السلطة الشرعية إذا رضخت لأي تنازلات تحت سقف المرجعيات الثلاث فإنها ستضر بنفسها تماما، لأن ذلك سيقضي على شرعيتها وسيقضي على شعبيتها وعلى تمثيلها لمصالح اليمنيين. ولا أعتقد أنها ستجرؤ على الإقدام على مثل هذه الخطوة، لا بد أن تكون ثابتة ومن وراءها أيضا الإقليم والمجتمع الدولي ولها الحق في ذلك، ولديها من النصوص ما يخدمها ويسندها في ذلك، وهو قرار مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني، ومن الصعب أن تتنازل عن ذلك. إذن أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ رشاد الشرعبي، كنت معنا عبر السكايب في حلقة المساء اليمني في هذا اليوم من الكويت. كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة على حسن المتابعة والإصغاء. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان في التقديم، وتحيات الزملاء في طاقمي التحرير والطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.